السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، إن شاء الله اليوم معانا المحاضرة الخامسة من محاضرات الاقتصاد الهندسي. إن شاء الله اليوم راح نتناول سلسلة التدرج الحسابي المنتظم اللي هو اليونيفورم جريدينت وتدرج سيريز. المحاضرة السابقة أخذنا اليونيفورم فقط، إنه إذا يعني كانت عندي سلسلة دفعات منتظمة، يعني مثلا خلينا نقول 4000 4000، يعني ما متغيرة. لكن إذا جتني جريدينت، يعني إما متزايدة أو متناقصة، لكن التزايد أو التناقص شبيه يونيفورم، يعني الزيادة أو النقصان تكون يونيفورم. هنا شلون أتعامل وياه؟ هاي يقصد بها بالمناسبة التدرج الحسابي الوسطي اللي يكون بين القيمة الحالية والقيمة المستقبلية، هي أما إيرادات تجي إليك أو مصروفات أيا كانت. المهم إنه هو يسمونها تدرج حسابي منتظم، الرمز مالته جي كابيتال، تمام عيني؟ فهو زيادة أو نقصان كجريدينت فيسمونه جي كابيتال. موضح بهذا الرسم. مثلا هسه هاي القيمة الحالية وهاي القيمة المستقبلية، مثلا هنا كانت تكون للأعلى القيمة المستقبلية، فهي عندك من الداخل إيرادات أو مصروفات. هسه هي تعتبر مصروفات لأن الأسهم نحو الأسفل، فجي 1 2 أو جي 2 جي 3 إلى أن شقد قيمتها، كم أنا مطيتك جريدينت. بالمناسبة أتوقع هذا الموضوع تعرفونه من المحاضرة الأولى اللي خليها أخذناها ضمن الاقتصاد، إنه دائما القيمة الأولى هي ما بيها دفعات، يعني تلقائيا، لأن راح تشمل لي رأس القيمة السنوية الحالية أو الأولية، رأس المال الأولي، فما بيها دفعات. الدفعات تبدأ دائما ما بعد نهاية السنة الأولى، وهكذا على أن تنتهي مدة المشروع. هاي القوانين تكتبوهن، عندك قانونين للجريدينت. القانون الأول إذا أنت تريد تحسب من الجريدينت فيوتش بريزنت قيمة حالية سنوية، أو تريد تحسب قيمة سنوية موحدة مستقبلية، شلون تحسبها؟ بهذا القانون، تمام؟ عندك هاي القانونين، هذا القانون وهذا القانون، لأن اثنيناتهم تكتبهم ضمن القوانين. هذا شوفوا هذا البارت، هذا كل البارت نسميه احنا الميل أو التصاعد القيمة الحالية. فأنت عندك قانونين، قانون البي وقانون الأي، تمام عيني؟ هسه عندك هنا السؤال الأول، من المتوقع أن تكون نفقات نهاية السنة الأولى، نهاية السنة الأولى إيش قد مقدارها؟ 1000، ونهاية السنة الثانية 2000، ونهاية السنة الثالثة 3000. أول شيء ترسم الكاش فلو لسنة رابعة، إذا كانت الفائدة إيش قد مقدارها؟ 15%. نمبر 1، احسب القيمة الحالية يعني البي نوت في بداية، أكيد هي وين تصير القيمة الحالية؟ في بداية السنة الأولى. ثانيا، القيمة السنوية الموحدة يعني إحنا نسميه الفيوتشر أو إلى اسم أي كابيتال، تمام عيني، في نهاية ال4 سنوات. فأنت تلقائيا ترسم الكاش فلو، تقول إنه أنا أريد القيمة الأولى عندي، أنا وين أنطل القيم؟ نهاية السنة الأولى، فهذا الصفر، فهاي نهاية السنة الأولى 2000، 1000، 2000، 3000، تمام عيني؟ لأن هو يقول لك نهاية السنة الأولى، هذا صفر، من هنا راح تبدأ الواحد، نهاية الواحد لهنا، نهاية الاثنين، نهاية الثلاثة، تمام عيني؟ أو يصير بالأحلى صفر هنا، وهنا يصير 1 2 3، نو بروبلم. هسه شلون راح يصير يعني اللي يقول لك انت على السؤال ترسم الكاش فلو نهايه السنه الاولى، هاي الزيرو، هذا الواحد، هسه نبدا من الواحد المن للاثنين، فهاي نهايه السنه الاولى، فهسه وكان السنه الاولى ايش بيها بدايتها؟ ما بيها، تمام عيني؟ فالزيرو. هسه هنا الجريدينت شلون تشوفه انت؟ صفر، 1000، 2000، 3000، ايش قد المقدار الفرق بيناتهم؟ 1000، 0، 1000، 2000، 3000، فايش قد تجي؟ 1000. فاول شيء اذا طلبت من عندك القيمه الحاليه، انت القوانين عندك راح تكتبهن، فتجي يمثل لك الفرق، فرق الزياده او فرق النقصان، فتاخذ 1000، وكذلك تحسب الاي. اما القانونين عندك موجودات. السؤال الثاني ايضا سهل، الجدول التالي يمثل الدفعات السنويه، المطلوب ايجاد القيمه الحاليه والدفعات السنويه المتساويه المكافاه. عندك نهايه السنه الاولى ايش قد دا ياخذ؟ 5000، نهايه السنه الثانيه 6000، الثالثه ايش قد؟ 7000، الرابعه 8000. يريد القيمه البي نوت وممكن القيمه النهائيه اللي هو الفيوتشر. الاي منطق اياها، تجي ترسم الكاش فلو، الصفر هنا بي نوت، نهاية السنة الأولى. بالمناسبة هذا تقدر إنه يعني تلقائيا رسم، أما تبدأ هالشكل، بس هو المفروض، المفروض الصحيح يبدأ منها قيمة الألف، لأن نهاية السنة الأولى 0 إلى 1، هاي نهاية السنة الأولى، فيصير هنا 1000، 2000، 3000، تمام عيني؟ فيصير سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة، تمام عيني؟ هسه نجيب هذا الشكل،
كذلك عندي هاي السنوات، نهاية السنة الأولى، نهاية السنة الثانية، الثالثة والرابعة. نهاية السنة الأولى ما عندي شيء، هناك كان ما عندي شيء صفر، فيبدو وكأنه من نهاية السنة الثانية. هنا عندي نهاية السنة الأولى 5000، 6000، 7000، 8000. أو أريد البينوت، بدي تشوف الجريدينت هسه منتظم لو غير منتظم. منتظم، مش قد مقدار الفرق ألف. إذا خلاص عن طريق الجي، إذا تقول يعني الجي يساوي لنا ألف، تروح تحسب مباشرة. تمام عيني؟ نجي هسه على وحدة وحدة من عندهم. أما تريد إنه شو تسوي الفرق هنا 5000، 6000، هسه نجي إحنا نريد قيمة من؟ نريد قيمة البي نوت. فهسه إذا تحسب هنا على قيمة البي نوت، أول شيء قانون التدرج المنتظم لازم حتى أنت تحسبه، لحظة، حتى تحسب قانون تدرج منتظم لازم يبدي لك من الزيرو وكذا، وتنزل الأرقام، يعني ما يبدي من رقم. تمام عيني؟ فهسه هنا تلاحظ منين بادي؟ من رقم، مو مثل هذا. هنا تلاحظ الفرق ب بادي 0 1000 2000 3. تمام عيني؟ هسه اللي جوا لا، بادي من 5000. فشو اسوي لل 5000؟ راح اخليها منتظم على الكل، 5000 5000 5000 5000. الدور اسوي وكانه هذا الكاش فلو الرئيسي، راح احول اثنين كاش فلو. الكاش فلو الدفعات اللي تكون هنا منتظمه، والدفعات اللي جواها تكون جريدينت. الدفعات الاولى 5000، فيصير هنا 5000 5000 5000 5000. تمام عيني؟ زائد الكاش فلو الثاني، ال 5000 الاولى من راحت ايش قد بقى مكانها؟ زيرو. ال 5000 الثانيه من راحت من 6000 ايش قد بقى؟ بقى 1000. وهنا ايش قد بقى؟ 2000. وهنا ايش قد بقى؟ 3000. هذه اللي تعتبر تدرج منتظم. ليش؟ لان لازم يبدا عندك من الصفر. انا اقصد الصفر مو تقول لي انه من السنه من القيمه البينوت، لا، كون نهايه السنه الاولى زيرو، فتبدي 0 1000 2000 3000. هنا هسه ايش قد مقداره؟ 1000 زائد هنا ايش قد؟ 5000. فراح يصير عندك قانونين. فمن اطلب من عندك البي نوت شو تقول لي؟ تقول لي هو عباره عن بي اي زائد بي جي. بي اي شلون احسب ذني احولهن؟ تذكر قانون المنتظم اخذناه بالمحاضره السابقه، اذا عندي رفعات منتظمه شلون احولهن؟ والسنوات عندك 4 سنوات، زائد بما انه هذا تصاعد يبادي هالشكل، لو العكس يصير ناقص، فهذا هالشكل راح يبدي القيمه الدور تصعد. فزائد البي جي ايضا راح هسه يقول لي احد اخذ 3 سنوات، لا، الصفر محسوبه من ضمنه لان هو جريديت، صفر 1000 2000 3000، فراح تاخذ الجريديت مالت الالف. فعباره عن البي نوت عباره عن بي اي زائد بي جي. البي اي تروح للقوانين اليونيفورم اللي اخذناها بالمحاضره السابقه تكتبه، والبي جي اللي هو هاي محاضره هذا اليوم وتجمعهم. عندك هنا هذا السؤال، جدول ايضا منطيك الاي، منطيك الدفعات 8000 7000 5000 6000 5000. نرسم الكاش فلو. البي نوت اول دفعه ايش قد راح ينطيها؟ دفعات السنويه. تمام علي؟ 8000، اللي بعدها 7000 6000 5000. هسه اذا نريد نبدي من هذا الرقم، هو اكبر واحد فما يفيدنا، راح نبدي من الاخير. احنا حتى نبدي لازم اول رقم بالجريدينت شو يصير؟ يصير زيرو. زين انا شنو اسوي؟ اقدر احول هذا ايضا اثنين كاش فلو، نفس السؤال السابق، اول كاش فلو 5000 وثاني كاش فلو ايش قد؟ راح يصير جريدينت، فيصير هذا وهذا، الاول راح يصير وكانه هذا عندك، والثاني هو شو يسوي؟ راح ياخذ ال 8000. عندك رقمين، اما تحسب ال 5000 زائد او تريد تبدي من البدايه. شنو تقول؟ لا تبدي من البدايه، تاخذ هاي القيمه، تقول اسويهن كلهن منتظم. فصير 8000 8000 8000 8000. زين ما هاي مو 8000، شو تسوي؟ تطرح من عندهن. انا اذا اريد هذا سويته 8000، وكان ايش قد ضفت له زياده؟ ضفت له 1000 اخليها من فوق، زائد هذا ايش قد ضفت له زياده؟ ضفت له 2000، هذا ايش قد ضفت له زياده؟ 3000. فيصير الكاش فلو هالشكل، اول كاش فلو منتظم اطرح من عنده هذا الجريدينت، الجريدينت هذا صار منتظم. اي نعم، 0 1000 2000 3000. طيب ليش اطرح؟ لان انا سويت كلهن 8000، ليش؟ حتى احسب كم منتظم. بعدين شنو اطرح؟ هذا الرقم بالاصل مو 8000 الثاني، اصله 7000، فايش قد راح اطرح من عند الاعلى؟ 1000، وهذا ايش قد اطرح؟ 2000، وهذا 3000، فكأنه راح يصير جريدينت بهذا الشكل. فالبي توتال البي نوت عباره عن بي اي ناقص بي جي. ليش طرحنا هنا؟ لان انا سويت اليونيفورم بالرقم الاكبر. لو كان العكس، اليونيفورم يبدي بالنا بالرقم الاقل، اللي مثل السؤال السابق. هذا السؤال كان اليونيفورم
يعني بهذا الشكل، بدأ بالرقم الأقل وصار تصاعديا، هنا نحتاج نطرح، لا ما نحتاج، لأن حيكون هو على الأقل يونيفورم وذن الجريدينت هالشكل، فراح يصير جمع. طيب هنا بالسؤال اللي بعده، ليش طرحنا الأول وحدة منعتن كانت هي القيمة الأكبر، فصار اليونيفورم أكبر، وبعدين طرحت القيم البقية اللي منعتهم، اللي هو مثل هذا السؤال 8000، فسويت اليونيفورم كله 8000 وصعدت للأعلى بالكاشف لو الثاني 3 قيم حتى تطرح، وبالتالي تكون القيمة النهائية عبارة عن حاصل طرح قيمة البي اي من قيمة البي جي. تمام عيني؟ هذا السؤال أتوقع واضح أمامكم، ما بي كل مشكلة إن شاء الله. المثال 4 ترك لأنه بيه هواي قيم، وطبعا بالمناسبة سهل، لأن عندك أنت تريد قيمة البي نوت، فعندك 3 قيم هنا يونيفورم تحسبهن، عندك هاي قيمة الدور نبدأ منها وكأنه 100 ألف 2000، فيعني القيم عندك جراديت وعندك يونيفورم يشمل يعني بهذه الصيغة. أنا صراحة هيج سؤال معقد ما راح أجيب لكم بالامتحانات، فتقدرون تكتفون بالجزء الأول، أو تقدرون إنه مثلا هنا أنا آخر يعني كقيمة من عنده ألف، أسوي الألف هي اليونيفورم على الكل. الدور ان هنا قد بقت عندي 1200 200 200 اخذهم كحده، وبعدين ذولي حيبقون 0 100 200 300 400، يسوون جريدينت، فراح يصير عندك 3 حالات للحل له. بس انا كسؤال اجيب ب3 حالات لا ما يحتاج. وعندك ايضا مزود هذه المحاضره بنهايه 2 هومورك، الرجل الاول خطط رجل له ادخار اموال بايداع ايش قد البينات؟ $500 في حسابه بعد مرور سنة واحدة من الآن، وقد ضمن بأن هذه الوديعة سوف تزداد بمقدار جيد $100 نهاية كل سنة ولمدة 9 سنوات، فما مقدار المبلغ الحالي؟ تمام عيني، يريد البينوت إيداع أموال مبلغ جيد مقداره 500، بس هاي ما ودعها بالبينوت، وين ودعها؟ ودعها نهاية السنة الأولى، والدور هاي راح تزداد تراكميا كل سنة 100، يعني 500، السنة الثانية راح تصير 600، بعدها 700، 800، 900، إلى أن تكمل 9 سنوات، يريد معدك تحسب له البينوت مباشرة، تطبق القانون والآي عندك. السؤال الثاني، احسب السلسلة السنوية المكافئة والقيمة الحالية، السنة الأولى 60، الثانية 60، الثالثة 60، الرابعة شقد؟ 100، بعدها 110، بعدها 120، بعدها 130، ايضا تسوي الكاش فلو، عندك على 60 شنو تطبق؟ ناخذ يونيفورم، بعدين ذن البقيه نضيف لهن جريدينت، يعني اول شيء اليونيفورم على طول السنوات راح يصير 60، بعدين يا سنوات راح يصير عندهم جريدينت وتحسب لهم الجريدينت، والاي منطق اياها 8%. اسئله جدا بسيطه، ومحاضرتنا لهذا اليوم اللي هي بخصوص التدرج للدفعات اذا كان منتظم جريدينت ويشمل وياه اليونيفورم، وهذا الجريدينت مو مثلا نون يونيفورم جريدينت، لا يونيفورم جريدينت. محاضره ان شاء الله بسيطه، اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا، نتواصل ان شاء الله وياكم على المحاضره القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.